خليني أبتدي بالفكرة الأولى، سبحوه. طبعا إحنا في كتير مشاهدين في العالم العربي يمكن ما بيعرفوا شو المقصود بكلمة سبحوه، فإذا ممكن تعطينا هيك تعريف بسيط للكلمة. هو كلمة تسبيح كلمة بأصلها العبري جات بمعنيين. المعنى الأول اسمه مهلا، والتانية شباح. يعني الكلمة الأولى معناها المدح أو التهليل أو التهليل، والكلمة التانية معناها التمجيد. والتسبيح شباح تسبيح يسبح. اللي وصلنا في كنيسة مصر مثلا هو من الكلام اليوناني زوكسا، مجد، زوكسا التمجيد أو مجد. حتى أنه في بعض التحليل لكلمة أرثوذكس هي أرثو زوكسا، أرثو يعني استقامة، وزوكسا التمجيد. فالفكر المسيحي اللي قدمته الكنيسة الأرثوذكسية من البداية هو استقامة الفكرة عن الله وتسبيحها، استقامة الفكرة وتمجيدها. مش بس كده، بالتبادل بقى انه كمان اللي بيتكلم عن ربنا لازم يكون باستقامة. يعني استقامة التمجيد والتمجيد باستقامة.